أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط أحجام تداول منخفضة. هذا وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات 2.1 من 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.64 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر EGX30 بما نسبته 44% ليغلق عند مستوى 11689 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان النسبية بما نسبته 51% ليغلق عند مستوى 2174 نقطة. أما مؤشر EGX100 متساوي الأوزان النسبية فقد ارتفع هو الآخر بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 3212 نقطة.